بموكب مهيب انطلق من منزل عائلة الإعلامية نجوى قاسم بجون الشوف، حيث حمل نعشة على الأكوف في الشارع العام وصولا إلى باحث حسينية البلدة، وأقام إمام جون الشيخ خضر عيد الصلاة على روحه قبل أن يوارى جسمانه بالسرى بجبانة البلدة. بعد الجدل الواسع اللي أثاره إعلان النجمة الإباحية سابقة مية خليفي خبر زواجها من الطباخ السويدي الشهير روبرت يلي أعلن فيه إنه التمثيل بالأفلام الإباحية عمل نبيل، وعن مشاركة زوجته بهالأفلام نقلت مواقع إلكترونية تصريح روبرت يلي قال مهنة عادية وضحت من أجل مستقبلها فقامت بعمل نبيل.